مساء الخير ماجد، اهلا وسهلا. طبعا سنبدا بالحدث، الحدث كاس العالم لاقل من 21 عاما لكره اليد. حبيب لبان رئيس الاتحاد الجزائري لكره اليد قال ان المنتخب الوطني قدم دوره جد مشرفه ويبشر بمستقبل زاهر، فيما اشاد وزير الشباب والرياضه الهادي والدعلي بمستوى خضر الكره الصغيره في هذه المنافسه العالميه. التصريحات مع محمد قريشيه. جو بونس كو انديبوندامون دو تو ربحنا فريق مكسب كبير، كسبنا فريق يكون ان شاء الله هذا هو مستقبل كرة اليد الجزائرية، ومن خلال وزارة الشباب والرياضة والدولة الجزائرية سوف تحافظ على هذا الفريق كفريق. كان بعض الأخطاء هي اللي بالك ما خلاتش الفريق يتجاوز واحد كيش يقول لك واحد الحاجز، لأن كي تلعب بطولة عالمية لازم تلعب في مستوى واحد، ولازم المستوى تاعك ما يكونش الفوق من بعد التحت. ولكن عموما نظن بأن الفريق أدى الدور تاعه أداه كما لازم. هذا وتوقف مشوار منتخبنا الوطني عند الدور الثمن النهائي بعد خسارته أمام المنتخب 24، وقدم الخضر مباراة كبيرة على مدار الشوطين قبل الانهيار في آخر 10 دقائق بسبب الجانب البدني. وعاد بالتصريحات التالية. طبقناش الحلول اللي كانت اعطيتها في الهجوم، وقامت لنا بعد ثلاثة أو أربع كورس قامت لنا المباراه اليوم. ونشكر اللاعبين اللي ادى لي الدواء، وهذا هو ان شاء الله. با تروفي دي سوليسيون نيفو دي لاكس سونترال، اون ا دي كو فو فالي جوي سور لي زيلي. ما طبقناش مباراه اليوم كانت صعيبه، ومنتخب مقدوني صح ما مديناش كيما مولفين، درنا بعض الاخطاء، هي اللي وين استغل منتخب مقدوني جيدا وتقدم في النتيجه. شكر الجمهور اللي كان حاضر بقوه، تاسف على النتيجه. دوزيام ميطون وين نقص الفيزيك، ما وليناش الانرجي، نقصت شويه، وين ما كناش مركزين 100%. مي الحمد لله نشكر الجمهور بزاف. مستوى جد مشرف جدا. ولا نتمنى ان شاء الله يحافظوا على المنتخب هذا، لان المنتخب هذا قادر يخدم 10 سنين من الكرة اليد الجاي. يبدو أن الأمور بدأت تتعقد على المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر كمال قاسي سعيد، خاصة في قضية التعاقد مع مدرب لخلافة مواسة وقضية المسرحين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. نعم، سنعود إلى هذا التقرير في انتظار أن يجهز، هكذا يقول الزملاء، لا مشكلة في ذلك. حسن حمار رئيس وفاق الصيف وجه انتقادات لاذعة لرئيس نادي لم يسميه بسبب تفوضه، ووصف حسن حمار رئيس هذا النادي الذي قال لمقربيه أنه من العاصمة وصفه بقليل الحياء. ساكم يحترمش نفسه، باسكو اي تي نقول له حاجه مهزله اللي راك دير فيها، تحشم خطا جو في دي فيغي سكاي تاع ماتش، نقول له خلي المدرب اللي سو كونتر دو كاتر، خاطر دوك نحب نضوها لك ليكيب تاعك نضوها لك، ونديفيغي لك امورات، لا ما قدروش يهضروا لك انا نهضر لك، انا ما نقولش، نقول له وقع بخير دير ماضوي، نقول له احشم شويه، راني كتبت له اس ام اس او يعرف روح. انتقل مهاجم شباب بلوزداد سيد علي يحيى الشريف الى شبيبه الثوره لموسمين، أين تم تقديمه لوسائل الإعلام رفقة أعضاء الطاقم الفني التونسي خالد زرقاني الذي سيشغل منصب المحضر البدني والمساعد أمين غيموز. مهدي بوشتة بعث لنا بالتصريحات التالية. نظن الثورة لها ميزة، يعني خاصة أنها كما أقول لك تشجع المواهب الشابة. وسام زرقاتي نظن الثورة وانا راني هنا بور اونوري لو مايو تاع جهة الثورة، وان شاء الله كيما دار فيا الثقة اللي دارها فيا الرئيس وقال لي ستاف تكنيك ستاف ديريجون، ان شاء الله نكون على اوتور، ان شاء الله على اوتور وندير سيزون شابة ان شاء الله مع جهة الثورة. نظن
الثورة لها ميزة يعني خاصة أنها كما أقول لك تشجع المواهب الشابة وتوضع الثقة في كما أقول لك لاعبين قادرين كما أقول لك يبرزوا في أي لحظة في هذه البطولة الوطنية. إن شاء الله on est venu pour travailler et pour faire des résultats. إن شاء الله on souhaite une très belle saison pour la GS الثورة. تدعمت خزينة وداد تلمسان العائد إلى المحترف الثاني بأكثر من مليار سنتيم، وجاء هذا خلال زيارة قادت والي الولاية الجديد بن يعيش في أول خرجة له إلى فريق الوداد بملعب الإخوة زرقاء. أمين مسعودي بعث لنا بالتالية. وانا نقول لكم من درك بلي راني نديرني أنا معكم في قدر المستطاع وحسب الإمكانيات المتاحة لي، واغتنم الفرصة اليوم بعد إذن السيد وبتعاون السيد رئيس مجلس أنني اليوم نقدم إعانة قدرها 15 مليون دينار جزائري، يعني مليار ونص، يعني باش تكمل هذا كإعانة أولية إن شاء الله. إعانة أولية شوف ربي قدرنا إن شاء الله، راهي 2 مليار. نشكره ونتمنى أن يكون هناك دعم آخر للوداد، لأن الوداد هو كما قلت هو الصورة والواجهة الحقيقية لمدينة تلمسان. 6 أيام اللي جا هنا للولاية وراها هنا تشرف الملعب هنايا وشاف الجوار هذه، الحمد لله فرحنا ب 2 مليار هنايا، اسم 20 مليون دينار. حتى ليكيب شوية زادنا هذا يوصل وداد تلمسان تحضيراته للموسم المقبل بملعب الإخوة زرقاء، ومن المنتظر أن يتوجه الوداد إلى تونس هذا السبت لمواصلة تربصه الذي سيدوم أسبوعين. أمين مسعودي ثانية. تحضيرات راني نجيو في المستوى، الحمد لله كان المدرب الرئيسي غائب السيد خريس خير الدين، وراني نحكم الانتيريم في بلاصتو، اللاعبين تجاوبوا مع البرنامج اللي خلاه المدرب الرئيسي والحمد لله كملهم في المستوى، راهم يخدموا ان شاء الله، راح عندهم اسبوعين تاع تحضير ان شاء الله في تونس. مين ملي؟ من يوم 29 حتى ال 11 اوت ان شاء الله. ان شاء الله انا رايحين لتونس من نهار السبت ان شاء الله. وديجا خدمنا وان شاء الله ثاني تقرع فينا خدمه في تونس والله يوفقنا ان شاء الله. هي دروك كي تلعب في وداد تلمسان ما كانش اهداف ما بين بلي الصعود مع فريق كبير، وان شاء الله نكونوا هذا العام ثاني نعاودوا نردوا بلاصتها الناسيونال ان شاء الله. نعود بكم مشاهدينا الى التقرير الذي تحدثنا عنه منذ قليل حول مولودية الجزائر، الذي يبدو ان الامور بدات تتعقد على المدير الرياضي العام لمولودية كمال قاسي سعيد، خاصة في قضية التعاقد مع المدرب الجديد بعد الحديث عن المدرب المصري حسن شحاتة واللخبطة الكبيرة حول هذا المدرب في سياق التقرير التالية. يبدو أن الأمور أصعب مما كان يتخيلها المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر قاسي سعيد، أين بدأت المشاكل تعترض طريقه والمسرحين. فبعد عدول شحاتة عن تدريب الفريق تراجع قاسي سعيد عن التعاقد مع بن شي. صحيح كنا اتفقنا معاه رسمي يعني 100% انه يجي يشتغل في الجزائر، وكان عجبته الفكره تاع انه صيفي يكون المساعد تاعو. اتفقنا على كل شيء يعني حتى كل تفاصيله، كان المفروض يجي البارح. قائمة المسرحين هي الأخرى باتت صداعا في رأس قاسي سعيد بعد أن طلب كل من قاسم مهدي، زرداب وغورمي بتعويض رواتب السنة المتبقية في العقد مقابل فسخه، وهو الأمر الذي يعد ضربا من الجنون. أين تقارب القيمة 8 ملايير؟ قاسي سعيد ومنذ التحاقه شرع في سياسة الإقصاء، فبعد إبعاد مواسى ومساعده ومدرب الحراس 5 لاعبين، السكرتير العام، مسعف وطبيب الفريق، وحتى المسؤول عن العتاد، أمور قد تعرقل مشروع قاسي سعيد.
يواصل سيري غيليزان سلسلة تحضيراته للموسم المقبل تحت قيادة المدرب يوسف بوزيدي وسط غيابات للعديد من اللاعبين، غيابات قال عنها المدرب يوسف بوزيدي أنها قد تؤثر على تحضيرات النادي، مبرزا أن قضية تسريح بن عياد قد تفتح المجال للعديد من اللاعبين في الفريق للمغادرة. التصريحات مع زميلنا حمزة الزروقي. 7 لاعبين أساسيين ولا 8 مازال ما كاين ممكن حل كيف يغادروا الفريق يديروا كيما دار بن عياد. انا نظن باللي راح ممكن زيد تعطلنا في التحضير هذا. الحمد لله يا ربي اون فاي سيد دي دي ساتيكيت سوا باش نلعبوا لاكسيسيون ولا باش اذا خرجت لا ديسيزيون باش نقعدوا في لا بريمير ديفيزيون ان شاء الله. هذه الحاجه اللي نتمناوها سي ونمدوا اللي علينا باش نحافظوا على الهيبه تاع الفريق وعلى المكانه تاع الفريق. عندنا واحد المسكين سمع بدينا تحضيرات الحمد لله التعداد شبه مكتمل خاص يعني 2 جوار ولا 3 جوار ان شاء الله يلحقوا هذه الايامات ان شاء الله. براك تشوف الناس راهي تحضر بكل جديه وكما يقول لك باش نحضروا يعني الموسم هذا الجاي ان شاء الله الى كتب الله. هذا والتحق هداف سيري غيليزان مراد بن عياد بوفاق اسطيفين امضى على عقد لموسمين قدم لوسائل الاعلام. مباشره بعد توقيعه قال بن عياد ان اللاعب في وفاق اسطيف شرف عاملا في تقديم مستوى جيد. التصريحات رصدها لنا فارس الشايب. وين الحمد لله حاجه كما يقول لك حاجه تشرفني نلعب في فريق عالمي مثل وفاق سطيف. بون بعد ما يخفالكش العروض اللي كانوا عندي كان العروض اللي كانوا عندي مي الحمد لله ما نكذبش عليك. وين رئيس الفريق حسن حمار وقف معايا والحمد لله وفيت بالوعد تاعي وراني الحمد لله مضيت في وفاق سطيف. وانا كما يقول لك جيت فخور بهذا الامضاء والالتحاق بوفاق سطيف وان شاء الله نكون ان شاء الله وتر. وصلني منذ دقائق فقط أن المدرب يونس افتسان مدرب اتحاد الحراش قدم استقالته منذ قليل فقط بعد أيام فقط من إشرافه على هذا النادي. طبعا سنعود إلى هذا الخبر في نشاطنا المقبل بإذن الله. اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد الأربعاء بي سي دي موسى أسفر عن عدة قرارات أبرزها السماح للأندية المدانة بالاستخدامات مع منحها مدة إلى غياب 15 ديسمبر المقبل. كما أكد المكتب الفيدرالي أن تغيير روزنامة البطولة يبقى من اختصاص الرابطة.